بسم الله الرحمن الرحيم. الفتق الحجابي أو ما يسمى فتق الحجاب الحاجز وعلاجه طبيعيا هو موضوع حلقة اليوم. بداية أوضح النقطة أن الحجاب الحاجز ما هو إلا نسيج يفصل بين البطن والصدر، ويمر المريء من خلال الحجاب الحاجز إلى البطن. في حالة الفتق الحجابي يدخل جزء من المعدة إلى تجويف الصدر من خلال الفتحة التي يمر منها المريء، وقد يكون الفتق صغيرا ولا يلاحظ وجود أعراض، أما إذا كان كبيراً فإنه قد يؤدي إلى عودة محتوى المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة وآلام في الصدر وغثيان وارتجاع حمض المعدة للمريء، كذلك صعوبة في البلع وارتجاع الطعام إلى الفم، وأعراض أخرى كضيق التنفس وقيء دموي أو براز أسود. من الأسباب التي تؤدي إلى الفتق الحجابي هو ضعف العضلة التي يمر منها المريء، أو زيادة الضغط في التجويف البطني لأسباب مختلفة مثل القيء وحمل الأشياء الثقيلة وغيرها. وبالنسبة لعلاج الفتق الحجابي فقد تكون الحالة ليست شديدة، ويمكن تخفيف أعراضها ببعض الأدوية. أما في الحالات الشديدة فقد يحتاج الأمر إلى تدخل جراحي. طبيعياً يمكن استخدام بعض الأغذية والأعشاب التي يمكن أن تخفف من أعراض الفتق وتساعد في الشفاء. قبل العلاج لابد من الحمية أولاً، إذ يجب تجنب الأطعمة المقلية والدهنية والحمضية التي تحتوي على الطماطم والأطعمة التي تحتوي على خل صناعي، مع تجنب الكافيين والمشروبات الغازية، وكذلك تجنب تناول الطعام قبل النوم. أما بالنسبة للعلاج فإن حرقة وحموضة المعدة هي أحد الأعراض المزعجة، لذلك فإن عصير الجزر أو الحليب القليل أو الخالي الدسم تخفف من الحموضة، أما الحليب الكامل الدسم فقد يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع المريئي. كذلك فإن خل التفاح الطبيعي المصنوع في المنزل يعتبر فعال لحموضة المعدة على الرغم من أنه حمضي، إذ يمتاز بخواص تساعد في تحييد الحموضة الزائدة. ومن الأعشاب الجيدة في مثل هذه الحالات أذكر عرق السوس، فالسوس يكافح التلف في بطانة المعدة والمريء، والذي قد يسببه الفتق الحجابي، كما أن السوس يساعد في التخفيف من الآلام المصاحبة للفتق ويساعد في تحييد الحموضة الزائدة. أذكر أيضا أن الريحان يساعد في تهدئة ارتداد الحمض وكذلك القرنفل. والحقيقة أن هناك أعشاب وأغذية كثيرة للتخفيف من أعراض الفتق الحجابي مثل الشمرة، البابونج، القرفة، الكمون، وعصير الصبار. كذلك أذكر الرمان، فالرمان عموما مفيد جدا لعموم مشاكل الجهاز الهضمي بما فيها الفتق الحجابي، ويمكن أيضا استخدام قشر الرمان مع العسل قبل النوم لتخفيف أعراض الفتق والمساعدة في علاجه. أذكر أخيراً أن تمارين تقوية الحجاب الحاجز قد تكون مفيدة، حيث يمكن الجلوس بوضع مريح ووضع إحدى اليدين على البطن والأخرى على الصدر، ثم التنفس بعمق وحبس النفس ثم إخراج الهواء، ويكرر هذا التمرين عدة مرات في اليوم.
دمتم بخير.